خير يا ابي شوفي؟ بدك تسأل حرمتك المصون الست نامت، بدك تسألها شو فيه؟ شو رأيك يا نامت خانوم؟ خير عمي، ما فهمت عليك. خير يا ابي، والله وغشتني. داري نامت هي اللي دافشي اختك خاتون لحتى تهرب من البيت، وهي اللي بتعرف كل شيء وما حكيت. مو مزبوط هالحكي، مو مزبوط. لا مزبوط مزبوط، ويا ريت بس هيك. شو في كمان يا بي؟ مرتك هي اللي سرقت الذهبات وحاططها بظهر خاتون، ولا شو يا نعمت خانم؟ كمان انا كذاب؟ مو مزبوط، مو مزبوط هالحكي. لك شلون مو مزبوط؟ اذا سمرت ذات نفسها شايفتك طالعه من غرفتي كذا مره. يوه عمي، انا كنت بغرفتك عم ضبضب لك اياها. وخاتون كمان عم تتبلاكي خاتون؟ ولك شو انا معك المخلوقه لحتى تتبلاكي؟ اه شو انا معك؟ ايوه هلا خاتون صار كلامها طابو يا بعدي. خاتون اللي عامله السبع وزمتها صار كلامها طابو. ولك لا جيبي سيره خاتون على لسانك، ها يا والا والله العظيم بتشوفي شيء ما بيسرك مني، فهمتي؟ لك شو عم بيصير جوا؟ وطي صوتك هلا بس يطلع مو بفهم ليش عم بيصير. هي الظاهر نعمت خابصه خبصه مرتبه. مرات اسمرات انت شفتي نعمت طالعه من غرفتي اكثر من مره ولا لا؟ احكي الصدق. بلا يا ابي، بس كانت بوقتها مستحكمتها لخاتون، مشان هيك ما كنت مسترجي احكي. ايوه وعم تدبري شغلتك من تحت لتحت كمان، ما هيك؟ مو مزبوط هالحكي عمي، هذا الحكي مو مزبوط بنوب. بعدين حضرة جنابك طالما شايفه كل هالشيء ليه ما حكيتي من وقتها يا بعدي؟ صحيح لك زبرود، ليه امتي هالقصة وما شفتي سيرة لهلا؟ لأنه ما بدي حط حدا بزمتي، وكنت مفكرة إنه كريم لعبان بعقله لخاتون، بس بعد ما بعثت لنا خبر خاتون بينت القصة. أعوذ بالله، هذا الحكي مو مزبوط عمي، هذا الحكي كذب، هذا الحكي كله دبار منك خاتون الكذابة الفاجرة لحتى تغطي على عملتها. لك سيرة خاتون ما بتجيبي على لسانك بنوب، وليه فهمتي؟ ولك مو انت اللي دافشتي يا دفش لحتى تهرب من البيت؟ مو انت؟ مو انا عمي، مو انا، هذا الحكي كله كذب. طيب يا نامت، انا بذات نفسي رح اتاكد، بس والله العظيم اذا طلع هذا الحكي اللي سمعانه مزبوط لا تلومي الا حالك، فهمتي؟ لا تلومي الا حالك. فاروق بتضب نعمة غرفتك وما بتخليها تطلع بنوبة، فهمت؟ يا بي ليش هيك عم تعملوا فيني؟ ليش؟ فاروق طب على حرمتك عسى ما تطلع خورتي. ها فوتي فوتي ارتاحي ما تفوتي. أنا بورجيكم. هاني عزو وسيدكم حدا يفهمني شو عم يصير. خاتون قايلة إنه نعمت هي اللي سرقت المصاري، هي كمان اللي رتبت لهريبتها من البيت. الله أكبر، يعني أنت متأكدة إنه هذا الحكي اللي انحكى مو مظبوط؟ حتى أنت يا فاروق، حتى أنت شاكك فيني وعم تكذبني؟ لك يا نعم مو هيك القصة. بالله شو القصة لكان؟ شو إلها تفسير تاني يا بعدي؟ غير إنه أختك العايبة بدها تلزق كل القصة بظهري لكان مشان تقدر ترجع على البيت بعد ما مات العينتين. معقولة؟ لا مو معقولة، شو إلها تفسير تاني لكان؟ لكان الله يرضى عليك، استهدي بالرحمن وصلي على النبي، خلينا نعرف شو بدنا نعمل. اللهم صلي عليك يا نبي، بس ماني مهدية، وأنا بعرف شو بدي أعمل، وأنا عندي أهلي يدافعوا عني. ها مو ما عندي. لك يا نعوم مرئية كرمالي كرمالي مالي مرقتها كرمالي نعوم.